قبل الحلقة سألت حضراتكم بتشتغلوا ايه، عرفت مارينا دكتورة واستاذ جورج في بنك، بيشتغل في بنك وما زلتوا بتشتغلوا حتى الان. صح. طب يعني انتوا الصبح في اشغالكم وبعد الظهر في البيت والمشروع بتاعكم الجميل واطفال ومارينا ربنا كده لو لقيتوني اختفيت من الحلقة ببولد. فكل ده يعني ازاي قادرين توفقوا بين الاثنين؟ بصي، اول حاجة دي ايد ربنا زي ما مارينا في وسط كلامها. تاني حاجة لولا الدعم والأسرة ان هي دايما دعمانا، ده كان اكبر فضل ان احنا نبقى ناجحين وعندنا سلسلة فروع من هوا على الميزان. احنا دلوقتي يعتبر عندنا ثلاث فروع زائد البراند كلهم في القاهرة. يعني مفيش في المحافظة. قريب ان شاء الله. ودي يعني حاجة بقولها على الهوا مباشرة، ان شاء الله ان احنا هنقرب للفانز بتاعتنا ان شاء الله في المحافظات. في القاهرة فين؟ عندنا في مصر الجديدة، عندنا في الزيتون، عندنا في التجنيد، وقريب فيه هيبقى فرع رابع، هيبقى في مول كبير جدا بس مش هقدر اقول. جميل قوي، يعني ربنا يزيد اكتر واكتر ويكون فيه فروع اكتر بكتير. طيب خلينا نعرف في البداية كده وقبل ما نخش على كل حاجة، كل واحد بيبقى ليه شغل معين بيقوم بيه، مين بقى اللي كان بيسوق الحاجة؟ مين اللي كان بيشتري الحاجة؟ مين اللي كان بيعرضها؟ التصوير كان على الفيسبوك أو بينزل الحاجة وماسك السوشيال ميديا؟ يعني قسمتوها إزاي مع بعض؟ احنا في الاول بصي، هو الشراء الحاجه والجمله وكل ده جورج صراحه، يعني هو اللي كان بيتعامل بره مع الناس، كان بيتابع بره مع المستوردين والناس اللي هي طبعا احنا ما نقدرش نتعامل معاهم. وانس بقى البضاعه بتيجي بتبقى مهمتنا احنا بقى. بنات طبعا انا عايزه اشكرهم، وفرصه كويسه ان انا قاعده تيم هوا على الميزان، كمان غير ان هو والدي ووالدتي واخويا، لا ده تيم كبير كان نفسي كلهم يكونوا معانا. هذكر اساميهم سريعا، مارينا معانا هي الموديل بتاعتنا، وابانوب ودينا وماريان ومارينا الشهيره بمريكا، مريم. فكلهم بصراحه تيم ورك اكيد بيبقى النجاح طبعاً، يعني طبعاً منظمين الدنيا في الفروع، بياكل حاجه بيعرضوها بالالوان، بيعرضوا بالاطوال، بيعرضوا بالمقاسات. ودي الحقيقه الفكره احنا ابتدينا فيها، ولقيت الفكره بعدها انتشرت حتى ناس كتيره من صحابي تقول مارينا انت مش زعلانه ان ابتدت المحلات التانيه تعمل نفس ستايل محلاتك؟ قال لها بالعكس، يعني الواحد لما بيعمل فكره وتتقلد او تتاخد او واتيفر تبقى انت ناجحه، يبقى فكره حلوه. بالظبط. بس اختيار الموديلات ومين مين اللي بيختار؟ مين احنا بنعمل لايف انا والبنات بنحاول زي ما يعني قبل ما تجيبوا الاختيار نفسه، يعني مارينا برضو مارينا الى حد ما هي كده. مارينا شويه مجنونه فاشون بمعنى الجمله. كنت اسال على كده، يعني انت اصلا في البدايه حابه اصلا الفكره نفسها، وحابه فكره ان انا اعمل لبس واحط ده على ده ويبقى عندي زي براند ليا باسمي، يعني من البدايه انت جواكي حاجه زي كده؟ بالظبط. وعايزه اقول لحضرتك كمان ان انا كمان حاجه على الهوا، ويمكن ناس كتيره بتبقى خجلانه شويه او مكسوفه شويه ان هم يروحوا المحلات ستوك او المحلات دي، لا انا لازم اروح لبراندات كبيره بدون ذكر اسماء في المول الفلاني. لا بالعكس، انا لما كنت مجنون يعني ستيل مجنون شوبينج، بس بحب الحاجات اللي هي الافوردبل، يعني حاجه تكون براند نظيف، خامه نظيفه، سعرها حلو، بدل ما انا نازله سي مثلا ب 500 جنيه اجيب قطعه واحده، لان ب 500 جنيه دي ممكن اشتري بيها. وفي ظل الاسعار وجنون الاسعار دلوقتي، الحاجه يعني اللي كانت ب 300 واولاد ب 900 و 1000، ما اعرفش اللي كانت ب 1000 بقت ب 2 وب 3. فطبعا يعني جميل والأسرة جدا، والاسره بيبقى كتيره، يعني طبعاً مش حضرتك بس اللي عايز تشتري، اللي عايز تجيب لاولادك، عايزه تجيب لجوزك. فاحنا ده اللي بنوفره من يعني عن طريق هوا على الميزان، ان احنا بنقدم حاجه افوردبل، براند نظيف، براند محترم، تبقي براود كده حضرتك لابساه، بس باسعار حلوه في ظل الظروف اللي احنا حتى فيها. حتى بعد الغلو اسعاركم ما زالت برضو يعني في الرينج، برضو عشان نطمن الساده في الرينج من كام لكام؟ احنا ماكسيموم يعني اغلى قطعه ممكن عندنا، ده بعيد عن البراند، بتعمل مثلا 250 جنيه في البراند، 650 جنيه. ودي اعلى حاجه للبراند. ليه بنقول ان هو اعلى؟ علشان خاطر هي الخامه تركي، هي الحاجه احنا سافرنا طبعاً تركيا اللي انتم ما تعرفوش قبل ما نعمل البراند بتاعنا او جي اند ام، احنا رحنا الاول تركيا، شفنا الفاشونز قبل ما ينزل في مصر في الصيف،
حتى هنشوف ده كمان شويه، حتى الالوان حتى كل دوت ابتدينا نبص الحاجه دي عامله ازاي هناك، واخدناها هنا هو بالتصميم بالماتيريال بالحاجه دي، وابتدينا ان احنا نطلعها وهو طلع من هنا الحته بتاعت جي ام دم. يعني انتوا اللي بتصنعوا يعني مش مجرد بتستوردوا، انتوا بتصنعوا ان شاء الله. ومن يعني استاذ جورج بيديكي رايه في الموديلات ولا انت بس معتمده على نفسك او لا في فكره اللي انت اصلا بتحبي المجال ده فمعتمده ان ده تبعي انا بس في القصه دي؟ انا فاهمه حضرتك، بس جورج بس تكمله على كلام تركي، احنا طلعنا لايف هناك ورحنا قلنا لهم نجيب لكم ايه موديلات يعني تحبوا يعني، ونزلنا صور كنت حامل اولموست في الخامس وقست لسه قريب يعني وقست قست حاجات، قلت لهم تحبوا ايه، هم اللي اختاروا البليزرز وهم اللي اختاروا البناطيل، فحتى في البراند يعني غير البراند بتاعنا في الشغل بتاعنا العادي بنكتب بوست وبننزل تحبوا صورة في تركيا بالظبط. نزلنا بوست ورحنا قلنا تحبوا النهارده نفتح لكم ايه، عايزين كولكشن ايه، سواري تيشرتات بناطيل، هم اللي بيختاروا. فاحنا يعني مش ماشيين براينا، احنا ماشيين براي الكاستمرز بتوعنا كمان.